وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. تحت شعار منهج وعمل انطلقت فعاليات المؤتمر العام الثالث لهيئة علماء المسلمين في العراق في مدينة اسطنبول التركية بحضور الأمين العام للهيئة الدكتور مثنى حارث الضاري وعدد من علماء العالمين العربي والإسلامي. المؤتمر الذي يستمر 3 أيام يتضمن إجراء انتخابات لاختيار الأمين العام للهيئة وأعضاء الأمانة العامة ويناقش مسيرة الهيئة. في ظل المؤتمر العام الثالث لهيئة علماء المسلمين في العراق والذي ينعقد تحت شعار منهج وعمل للمدة من 4 إلى 6 من تموز لعام 2019 والذي سيتم فيه مناقشة مسيرة هيئة علماء المسلمين للمرحلة الماضية وما تم إنجازه فيها ووضع الخطط للدورة الجديدة للهيئة. الدكتور مثنى الضاري تطرق خلال المؤتمر إلى الرحلة الطويلة لهيئة علماء المسلمين منذ تأسيسها في العراق ثم مؤتمرها الأول في سوريا الذي عقد تحت شعار رباط وعطاء والثاني في الأردن الذي حمل شعار ثبات وأمل. وبعد سنوات من العمل الدؤوب يؤكد الدكتور الضاري أنه رغم جميع التحديات والمؤامرات فإن الهيئة مستمرة بخطى واثقة في مسيرتها، فكان الشعار الجديد منهج وعمل. كان مناسبا لنا أن نجتمع في رحاب هذا المؤتمر تحت هذا العنوان منهج وعمل لكي نؤكد على ثباتنا على المنهج ونضع القواعد السليمة لتطوير هذا المنهج ثم نواصل العمل لا لوحدنا هذه المرة وإنما مع إخواننا الآخرين ممن جمعنا الله سبحانه وتعالى بهم في سوح العمل المختلفة ومنها هذه الساحة. ومن هنا تأتي الجهود التنسيقية مع الروابط والهيئات والجمعيات العلمية والعلمائية العربية والمسلمة والتركية من أجل جلوة موقف موحد في كثير من قضايا الأمة. المؤتمر الذي عرض فيه فيلم وثائقي عن دور ونشاطات هيئة علماء المسلمين في العراق وخارجه شهد أيضاً إلقاء عدد من علماء الأمة الإسلامية كلمات أكدت أهمية دور الهيئة في قضايا الأمة الإسلامية ومواجهة أعدائها في بناء العراق الجديد الذي يسع الجميع. أريد أن أسمن الدور الذي تقوم به هيئة علماء المسلمين في العراق. هذه الهيئة المباركة التي تتبنى خطاباً وسطياً ولا تنكفئ فقط على قضاياها التي تختص بالعراق وإنما تنفتح على حمل هموم قضايا الأمة، فتحدثت عن سوريا وتحدثت عن فلسطين وأقامت محافل ومناشط لكثير جداً من قضايا الأمة، وهي تقوم في هذا نموذجاً يحتذى للعمل العلمائي الذي يهتم بالشأن العام ولا ينكفئ فقط على القضايا الوطنية. المؤتمر أصبح مسرحاً لعرض أزمات الأمة الإسلامية، فالشخصيات الإسلامية التي شاركت فيه وجهت رسائل مفادها بأن على الأمة الاتحاد ومجابهة الأزمات التي تعصف بها في مشهد يبدو العالم الإسلامي في أمس الحاجة إليه.